السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. بداية كده موضوع النادي الأهلي واتحاد الكرة، وهناخد تعليق من الدكتور وليد الفيل عضو في النادي الأهلي، وهو خبير لوائح، وكان محمود طاهر كان طلب انه ينضم للقائمه بتاعته في انتخابات 2017، وهو الراجل يعني ما انضمش يعني، بس كان هو وهشام العمري. الراجل كاتب كلام بصراحه يعني بما انه خبير في اللوائح والكلام ده كله، فكاتب على صفحته على الفيسبوك تفاصيل اللي حصل، وهو يعني مش عارف اقول لحضراتكم ايه بصراحه. في فيديو سابق ليا كنت اتكلمت عن ان الاهلي لو تراجع خطوة القرود هتتنطط على كتافه، لو تتذكروا حضراتكم. وبيان النهاردة بتاع اتحاد الكرة، رغم ان في ناس كتير في الاعلام وبتاع يقول لك بيعدد مكاسب، وبيقول لك ان النادي الاهلي ومكانة النادي الاهلي وقدر النادي الاهلي، النادي الاهلي معروف يعني قيمته وقدره مش محتاج البيان يعني. وده اللي قاله عامر حسين في مداخلة لي مع ابراهيم فايق على برنامج نمبر 1. وبعدين عامر حسين اكد مقوله، قال لك النادي الاهلي تحمل ما يعني الكثير هذا الموسم، لعب تحت ضغوط ومباريات وانضغط بشكل كبير جدا، اكتر نادي لعب مباريات واكتر نادي لعب تحت الضغوط وانضغط في عدد المباريات، ولعب حتى افريقيا اكتر من نادي الزمالك اللي وصل للكونفدراليه. نادي الزمالك الاهلي لعب اكتر من نادي الزمالك 3 مباريات بسبب تلاحم المواسم يعني دوري ابطال. فعامر حسين بياكد اللي احنا كنا بنقوله مليون مرة، ان النادي الاهلي اتظلم، مفيش تكافؤ فرص، النادي الاهلي لعب وهو مضغوط، النادي الاهلي انضغط اكتر نادي. بعدين في حاجة تانية على الناحية التانية، برنامج ملك وكتابة وعدل الخيعي وابراهيم المنيسي، ما فهمتش، هعمل زي خالد غندور بقى تتحملوني. كلامهم كله على ان خلاص الورقة بتاعت الجدول مباريات الاهلي هيبقى بقت امر واقع، مفيش قدامنا مفر. يعني الاهلي هيسلك الطرق القانونيه. طب تعالوا نشوف الطرق القانونيه دي هتوصلنا لحد فين وهنعمل ايه. هل النادي الاهلي هيستفيد منها ولا النادي الاهلي مش هيستفيد؟ كان في كلام في بدايه الازمه، حب انا بحب الخطيب، الناس ما تزيدش عليا، الناس يعني بنتكلم دلوقتي بعقلانيه بناء على اللوائح او الكلام اللي هيقوله الدكتور وليد الفيل. هناخد كلام الدكتور وليد الفيل، عايزين نعلق عليه ماشي، مش هنعلق عليه ماشي، بس احنا بنتكلم في الاول وفي الاخر مصلحه النادي الاهلي. ناس كانوا اتكلموا في الاول قالوا القصه النادي الاهلي لو كان طلب تكافؤ الفرص وكان اتعامل ده، وكان البيان اللي طلعه النادي الاهلي في 25/5 ان عدم هدد بعدم استكمال المسابقه كان بعدها بربع ساعه، وقت ما قال لك خلاص اجل المباراه ومفيش لعب، وكانوا في تسريبات وكلام هاني ابو ريده قال لك يبقى الوضع كما هو عليه، بعد ما لجنه الانديه قال لك هنعدل، هاني ابو ريده قال لك يبقى الوضع كما هو عليه. فلو الكلام ده كان حصل وقت صالح سليم قال لك كان ربع ساعه، ربع ساعة بكثير، وكان النادي الأهلي انسحب يعني. بيان النادي الاتحاد المصري لكرة القدم النهاردة تمطيط، ده اللي أنا كنت بحذر منه وخايف منه. المهم ما علينا، هناخد كلام الدكتور وليد الفيل. شن الدكتور وليد الفيل عضو النادي الأهلي الشهير هجوما عنيفا على مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، وذلك بعد قرار اتحاد الكرة باستكمال بطولة الدوري عقب نهاية كأس افريقيا. وكتب وليد الفيل عبر حسابه على فيسبوك منشور اوضح فيه ان جميع شكاوى الاهلي ضد اتحاد الكرة ليس لها اي قيمة ولن تجدي. كان هدفنا واحنا بنتكلم في الفيديو اللي فات ان النادي الاهلي، معلش ما انش خبير في القانون يعني ولا اللوائح، كنا بنقول مثلا لو تم حسم القصص ديت والنادي الاهلي رفع القضايا ولجأ للتدريج يعني على حسب قانون الرياضه من لجنه التظلمات للتسويات في اللجنه الاولمبيه للفيفا للمحكمه الرياضيه، فممكن يقول لك نلغي المسابقه او المسابقه دي تنتهي ويبقى الوضع عليه في الموسم الماضي، يعني اللي هيهبطوا مش هيهبطوا، واللي هيوصلوا يعني بيراميدز هيروح والزمالك يلعب في الكونفدراليه، ومش هيبقى في حاجه اسمها بيراميدز يشارك في ابطال افريقيا في السنين اللي فاتت، يعني هم اللي هيشاركوا. لكن تعالوا نشوف القصه بتاع وليد الفيل، دكتور وليد الفيل وضح الموضوع ازاي، وقال لك الاهلي هيستفيد ايه من الشكوى.
قال لك منشور اوضح فيه ان جميع شكاوى الاهلي ضد اتحاد الكره ليس لها اي قيمه ولن تجدي، وانها لالهاء الجماهير وتغييبهم فقط، مؤكد ان الاهلي يجب ان ينسحب من الدوري لانه اصبح يعيش في عصر مرتضى يحكم. وجاء المنشور كالتالي: هذا البوست لمن يريد ان يفهم الامر بموضوعيه وتجرد، وبالتالي انصح البهاليل والمغيبين بعدم اضاعه وقتهم في القراءه او التعليق، وسأحاول كتابته بأبسط أسلوب ممكن. تعددت الأقاويل وكثرت الفتاوى حول خطوة الأهلي في اللجوء للتصعيد القانوني ضد اتحاد الكرة، مما دعاني لكتابة هذا البوست بصفتي الأكاديمية التي تتيح لي قدر من المعرفة اللوائح. وهنا أورد النقاط التالية: لجأ الأهلي اليوم إلى مركز التسوية والتحكيم في اللجنة الأولمبية، امبارح كان قدم طلب في لجنة زمالك اتحاد الكرة. قال لك إيه؟ بتبدأ الإجراءات في مركز التسوية بأن طلبك المستعجل اللي هو إنهاء المسابقة قبل 30/6، النادي الأهلي هيقدم طلب بإنهاء المسابقة قبل 30/6، بيتعرض على لجنة اسمها لجنة التسوية. عادة اللجنة دي بترفض الطلب المستعجل وتحيل الموضوع للتحكيم، وحتى لو قبلته وودت الأهلي قرار فهناك استحالة لتنفيذه نظرا لضيق الوقت المتاح قبل البطولة الإفريقية، ده غير إن الكاف أصلا أوقف النشاط في جميع الدول اعتبارا من 15/6. الكاف علشان بطولة إفريقيا اللي هتبدأ 21 فأوقف كل النشاطات الرياضية في إفريقيا من يوم 15/6، حتى المغرب هتنهي آخر يوم ليها في الدوري يوم 15/6، دول اللي كنا بنتكلم فيه. لو النادي الزمالك لعب مبارياته من بعد ما خلص كونفدرالية 29 لحد 15/6 كان كل حاجة خلصنا. لكن التسويف اللي أنا قلت عليه برضه في فيديوهات سابقة، إن عدم رد الاتحاد على النادي الأهلي في الفترة دي كلها غرضه تضييع الوقت، علشان لما نيجي يبقى مفيش قدامهم مفر يقول لك خلاص اجيب وقت منين. ما قلت الكلام ده انا قبل كده. فقال لك النشاط هتوقف 15/6 حتى لو النادي الاهلي خد قرار فمش هيقدر ينفذه لان البطوله هتوقف من 15/6. اذا هي خطوه لن تجدي في شيء. طيب اللجنه حولت الموضوع للتحكيم، وده كده كده لازم يحصل علشان يتحكم في الموضوع اذا كنت صاحب حق او لا. لازم سعادتك الاتحاد يوافق هو كمان على اللجوء للتحكيم، طبعا ده مش هيحصل، الاتحاد المصري لكرة القدم مش هيوافق انه يلجأ للتحكيم. طيب ايه العمل؟ هيفضل مركز التسوية يبعت للاتحاد مرة واثنين وثلاثة يطلب منه تعيين محكم، وعلى بال ما الاتحاد ما يعين محكم يكون عدى شهرين ثلاثة. لما يبدأوا بعدها ينظروا القضية ففي 500 حيلة قانونية تستخدم للتسويف، طبعا الاتحاد هيستخدمها. يعني سعادتك كده ان شاء الله قدامك مش اقل من 6 شهور لسنه علشان تاخد حكم، وحتى لو جه الحكم لصالحك فبرضه ملوش معنى لان هنكون تقريبا في نص الموسم الجديد. 4، نيجي بقى لشكوى الفيفا، واللي هي الحقيقه موضوع مضحك، لان اولا ما تقدرش تلجأ للفيفا الا عن طريق الاتحاد، وثانيا الا بعد ما تكون خلصت التقاضي المحلي بتاعك، ثالثا الفيفا هترجع تحيل الموضوع للاتحاد باعتباره نزاع محلي، وغالبا هينتهي الامر بانها هتقر حق الاتحاد في وضع المواعيد المناسبه باعتباره منظم المسابقه بموجب تفويض الانديه له. وبالمناسبه برضه ده هياخد له وقت مش اقل من 6 شهور. يبقى ما فاضلش قدامك الا اللجوء للمحكمه الرياضيه، واللي هي نظامها الاساسي بينص على لا يجوز تقديم النزاع الى محكمه CES إلا إذا كان هناك اتفاق تحكيم بين الطرفين المتنازعين يحدد اللجوء إلى هذه المحكمة ويعترف بالولاية القضائية لها، يعني برضو لازم الاتحاد يوافق. كمان نظام المحكمة بينص على يمكن اللجوء فقط إلى المحكمة الرياضية الدولية بعد استنفاذ كافة القنوات الداخلية الأخرى، يعني سعادتك ما تقدرش تروح لها إلا بعد ما يطلع حكم ضدك من مركز التسوية اللي هو زي ما قلنا قدامه مش أقل من سنة، طبعا ده غير طول مدة التقاضي قدامها. الخلاصة ما يحدث هو شو إعلامي لإلهاء الجماهير واستمرار تغييبهم وتمييع للقضية الأساسية وهي تراجع الأهلي وصرف النظر عن إصدار بيان قاطع بعدم استكمال المسابقة بعد كأس الأمم ثم التراجع فيه، ومحاولة لاسترضاء السوشيال ميديا والتي باتت تتحكم في القرار. 8، اليوم هو الفرصة الأخيرة لاتخاذ موقف يحافظ على ما تبقى من كرامة الأهلي، خاصة بعدما أصر اتحاد الكرة على تجاهل الأهلي وعدم احترامه وأصدر اليوم جدول المواعيد بعد البطولة. أخيرا، ما يحتاجه الأهلي ليس حلا قانونيا،
وإنما موقف قوي يعلن فيه أن الدوري بالنسبة له قد انتهى، وأنه لا يشارك في هذا العك، وأنه لا يعلن صراحة عن تدشين مرحلة تاريخية جديدة عنوانها مرتضى يحكم. فإن زي ما يقولوا في الأسطوب، أترك لكم الساحة والمجال للتعليق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.